متابعي تلفزيون اليوم السابع، اهلا بحضراتكم في تغطيه خاصه جديده بيقدمها احمد يعقوب. النهارده طبعا في تاكيد على قرار مهم للحكومه سيبدا تطبيقه من الغد الموافق 1 ديسمبر 2021، وهو قرار منع دخول اي مواطن لم يحصل على شهاده تطعيم تلقي لقاح كورونا والتطعيمات المعترف بها لاي جهه حكوميه في اي مؤسسه او اي جهه حكوميه على مستوى الجمهوريه وفي الوحدات المحليه داخل المحافظات المختلفه. طبعا اثبات شهاده تلقي اللقاح بتكون عن طريق الشهاده نفسها، الشهاده الورقيه اللي تكون معتمده ومختومه بتلقي جرعه على الاقل او جرعتين من اللقاح. وفي طبعا بعض اللقاحات بتبقى جرعه واحده هي الجرعه الكافيه او تبقى فولي فاكسينيتد او كامل ملقح بشكل كامل. وبكره هيتم تنفيذ هذا القرار، يعني حضرتك لو رايح اي جهه حكوميه وعلى البوابه هيبتدي الامن ينفذ هذا القرار. لازم تثبت عن طريق شهاده ورقيه معتمده ومختومه تلقي جرعه واحده على الاقل من لقاح كورونا. ممكن كمان اثباتها بالوسائل الالكترونيه عن طريق حاجه مهمه جدا، عن طريق التطبيق الخاص بجواز السفر الصحي اللي هو موجود تطبيق ممكن حضرتك تنزله على الموبايل، وده بيثبت تلقي اللقاح وكمان بيثبت عن طريق الوان معينه، اللون الاخضر اللي هو متلقي اللقاح بشكل كامل، واللون الاصفر تلقي جرعه واحده من اللقاح على الاقل، واللون الاحمر اللي هو لم يتلقى اللقاح. حضرتك لو رحت دلوقتي لاي جهه حكوميه بدايه من الغد الموافق 1 ديسمبر 2021 ولم تثبت للجهه الحكوميه من على بوابه الامن ان انت تلقيت جرعه واحده على الاقل هتمنع من الدخول. كمان عندك بديل تاني اللي هو شهاده البي سي ار تكون حديثه بسلبية المسحة الخاصة بفيروس كورونا، وبالتالي ممكن عن طريق شهادة البي سي ار تكون حديثة، ممكن عن طريق جواز السفر الإلكتروني المثبت عليه تلقي أو عدم تلقي الجرعة الخاصة بفيروس كورونا ولقاح فيروس كورونا، أو الحاجة الثالثة اللي هو النسخة الورقية أو صورة منها موجودة مع حضرتك. البنوك في مصر 38 بنك هما بيعملوا في داخل الأسواق المصرية وداخل الاقتصاد المصري، في 4500 فرع تابعين لل 38 بنك دول. هل هذا القرار الحكومي بمنع أي شخص لم يتلقى أو معاه شهادة تطعيم فيروس كورونا هيقدر يدخل البنوك وهو مش معاه الشهادة دي؟ أيوة، البنوك مستثناء، ال 38 بنك وال 4500 فرع التابعين لهم مستثنين من قرار الخاص بإثبات تلقي تطعيم فيروس كورونا أو الفاكسين الخاص بفيروس كورونا، وبالتالي حضرتك بتدخل بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية العادية وهو ارتداء الكمامة أو الماسك، وكمان ترتدي أو يبقى فيه زي الجلافز لو عندك الأوبشن لحاجة زي كده، وكمان تحافظ على السوشيال ديستانسينج أو التباعد الاجتماعي، مسافة أمينة بينك وبين العميل اللي قدامك، وكمان لازم ارتداء الكمامة من الحاجات المهمة جدا عند دخول فروع البنوك بداية من الغد. وبالتالي نعيد مرة تانية ان لازم حضرتك تكون حاصل على الشهادة الخاصة بفيروس كورونا وانت بتدخل لأي جهة حكومية باستثناء البنوك، ال 38 بنك اللي شغالين في مصر و 4500 فرع تابعين ليهم، انت مستثنى من تقديم هذه الشهادة للأمن الخاص بفروع البنوك دي وانت داخل تتلقى الخدمة المصرفية. اي حاجة باستثناء البنوك لازم تأدي او لازم تقدم شهادة بإثبات تلقي جرعة واحدة على الأقل من اي تطعيم معتمد لفيروس كورونا. التغطية الخاصة كنا بنتكلم طبعا سريعا عن ان من بكرة يوم 1/12/2021 سيتم منع اي مواطن غير حاصل على شهادة تلقي تطعيم فيروس كورونا او جرعة واحدة على الاقل من التطعيمات المعتمدة لفيروس كورونا، والشهادة دي بتبقى معتمدة ومختومة ورسمية بتلقي جرعة واحدة على الاقل، او في صورة يعني بتبقى في صورة ورقية او في صورة الكترونية عن طريق التطبيق الخاص بجواز السفر الصحي اللي بيثبت ان حضرتك تلقيت التطعيم الخاص بالفيروس او لا. والحاجة الثالثة شهادة بي سي ار لو مش معاك النسخة الورقية الخاصة بشهادة تطعيم فيروس كورونا، يبقى معاك الشهادة البي سي ار نفسها اللي انت تثبت ان انت سلبية المسحة الخاصة بفيروس كورونا. البنوك
الشغاله في مصر 38 بنك وال 4500 فرع، تقدر تدخل عادي تاخد الخدمات المصرفيه من بكره، يعني مستثنى تماما من قرار تقديم شهاده تلقي تطعيم فيروس كورونا، ان انت تقدر تدخل بقى عن طريق اي فرع من فروع البنوك تاخد الخدمه المصرفيه او تقدم على اي حاجه الخدمه المصرفيه، وبالالتزام بالاجراءات الاحترازيه الطبيعيه المعلنه في البنوك، وهي ارتداء الكمامه، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، غسيل اليد بشكل منتظم. وده طبعا كل الاجراءات دي هي قرارات من اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا، وهي قرارات دايما بتصب في مصلحه المواطن والحفاظ على الصحه العامه. بالتالي حضرتك بكره مستثنى وانت بتاخد اي خدمه بنكيه او عن طريق اي بنك من البنوك من تقديم شهادة الحصول على تطعيم فيروس كورونا. إن شاء الله يبقى كل المواطنين في أمان تام خلال الفترة اللي جاية، وطبعا لازم نأكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأنها مهمة جدا للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة. ودايما اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بتتابع بشكل منتظم كل الإجراءات وكل التطور الخاص بمكافحة فيروس كورونا. إلى اللقاء في تغطيات خاصة قادمة. كان معكم أحمد يعقوب.